مرحبا بحلقة جديدة من أحلى جمعة مع إيتالا خبيرة التغذية. كيفك؟ الحمد لله. وخبيرة الإتيكيت سلمى. زيك. كيفك؟ الحمد لله. كالعادة أكلات زاكية. أكيد. بدنا نبلش في طبق أردني وفلسطيني تقليدي كتير اللي هو المقلوبة. عادة بنعملها يا بتنجان يا بزهرة قرنبيط. إحنا بالأردن نقول زهرة اللي هي قرنبيط. أنا بدي أعملها بالشكلين مع إنه يعني طعم الزهرة كتير قوي بيطغى عليها بس ما عليه يعني مشان كل حدا بالعيلة بياكل اللي بيأكل. ترضي جميع الأذواق. ترضي الجميع. أوكي هلا بدي أنقع رز الوليمة. أنا عاملته برز بسمتي، طبعاً رز الوليمة معروف إنه قديش زاكي من أفخر أنواع الرز البسمتي المزدى الهندي، كثير بيعطي نكهة زاكية للمقلوبة، بدي أنقع هلا شيء كمان كاسة. أوكي. على قصة المقلوبة، يعني كيف سموها مقلوبة؟ هي بالفعل إنها بتنقلب، هلا في الآخر حتفرجينا كيف تقلبيها. أكيد. بس هي يعني تخيلوا قد إيه هي أكلة قديمة فلسطينية قديمة كتير كتير. وكانت اسمها زمان باذنجانية، يعني هم كانوا أكثر يعملوها بالباذنجان. فكانوا يقولوا لها باذنجانية لبين ما لما صلاح الدين الأيوبي دخل على القدس وقدموا له هاي الأكلة. فعجبته كثير وبعدين طلبها مره ثانيه انه يعني مثلا انه وين الطعام اللي بينقلب وين اين طعام اللي بينقلب فمن بعديها تحولت من باذنجانيه لمقلوبه. هلا بدي اقلب اللحمه انا ممكن نسلقها هيك عادي يعني نحطها نغمرها مي وبس تقيم الزفره وهيك انا بحب اشوحها شويه وبعدين طبعا بنغمرها بمي ونكمل شغلنا بدي اشوحها بزيت نباتي لانه السمنه جاي على الطريق ما تخاف اكيد هاي الاكله بدها سمنه شوية. يعني ما راح اقول لك ولا شيء لا ما هلا عبين ما بس يسخن الزيت انا مقشره باذنجان وشوفوا كيف دائما الباذنجان بشرب كثير زي الاسفنجه بشرب كثير اكيد بتعرفوا زيت بس نقشره هذه طريقه التيتا ستي دائما كانت تنشره على صدر وسيع ترشه بملح وبالشمس لما يكون شمس ايوه بيعرق هيك بتطلع بلش يتبخر منه ميته كمان مره على الشقه الثانيه هيك لحتى شوي ينشف مش كثير اذا كثير نشف بصير مقرقد لما نقلي وفي طريقه ثانيه بنحطه بمي وملح فتره بدنا نقيمه طبعا دائما لازم نرجع نعصره من المي قبل القلي وبعد القلي بس في كمان نقطه بدي اقول لكم انه لما الباذنجان نقصه اذا بتقصوه دوائر هيك بشرب زيت اكثر من لانه بكون عكس الانسجه طلع كيف هلا هاي انت بالطول شفتي بالطول هيك بشربها اقل اوكي يعني هيك بشربها اقل من لما تعملي من الدوائر, الدوائر. لانه طلع كيف انسجته بتغبها بتصير زي الاسفنجه المفتوحه ما سمعتها صحيح وبدي بالنسبه للزهره يعني طبعا كل حدا بيعرف كيف هذه الزهره كيف تتقطع بس في ناس يعني بنتبه في ناس مثلا هاي كيف بدي اطول انا ورده نسميها يعني زهره مرتبه هلا افرضي هاي هيك كثير كبيره بدي اعمل نصها ما باجي هيك وبنزل للاخر شو بصير بصير عندي هون فتات كله تبع تتفتت الزهره بس قصه لحديت هون لحديت القرميه الكبيره وبعدين بايدنا بالايد كافه بالفعل ما نزل شيء بينما اذا بعمل هيك بدي انا بنزل كلها بتنزل لا حرام بعدين بصير شكلها غلط وصير تنحرق الاطراف اوكي لا انا بقصها الطريقه الغلط بصراحه لانها كلها بتتفتت اظن هلا الزيت حمي حمي انا عاملتها بموزات احنا يعني عاده المقلوبه بلحمه بعضها خروف لازم بعدين الناس صاروا يجتهدوا منهم انا مرات بجتهد بعملها بعجل بدل عدم ممكن كمان خروف مسحب بلش اقلي بتعرفي لما تقلوا اي شيء وهو لا لسه ما صار متحمر من تحت حاولت تقيموه عشان اللحم بتلزق بتلزق فبتتركيه كل بوم يتقل هلا بتضلي تقلبي اللحمه لبين ما يتغير لونها يعني بيعطيها طعم ازكى صح وبقيم شويه من الزفر كمان اللحمه تحمرت هلا بدي ادير عليها المي مي مغلي طبعا مي بسخنه تغلي انا سخنه مي نغمرها غمر دائما سخنه لانه لو بارده بدها تطرطش كثير شوي شوي لانه الزيت بده يجي عليه ميته وعنده يفقد طبعا يعني هاي السلامه العامه السلامه الشخصيه بالمطبخ لازم كل حدا يعرفها
هلا بده يطلع زفر طبعا بدي اشيله، بس بكون اقل من لو سلقناها. اقل لو انه ما نسلقها، يعني ممكن تستغني عن عمليه التقلاي، بس انا خلص هيك تعلمت من الماما الله يرحمها، وعلى طول دائما لازم اقليها، بحس انه عم بعمل شيء غلط. هي لا، هاي الطريقه القديمه. هاي الطريقه القديمه اللي حتى بتعطي اللحمه طعمه اطيب. بتخيل. هاي بسرعة طلع عندي زفر. هلا شوفوا الزيت اللي قليته فيها طبعا رح يطلع على السطح، فما تخافوا يعني انه اشي فيها زيت كتير طلع. هلا بطلع مع الزفر. هلا يعني هي اكلة دسمة، بس بس خليني مثلا احكي عن فوائد الباذنجان. على فكره هو الباذنجان مظلوم. الكل بفكر انه هو ما فيه فوائد، و هو بالفعل هو من ناحية السعرات الحرارية ما فيها سعرات كتير، الكالوريز اللي فيه قليلة. هلأ حطيتي ملح، بملح وبحط بصل مقطع كتير. أنا بحب البصل كتير، بزكي يعني وقيم الزفر وبيعطي نكهة زاكي. يمكن الزيت حمي. لا طفيته عشان بدي أبهر اللحمة وأخلص. بدي أحط شوية بهارات، سوري بس ورقة غار أو ورقتين بهارات مشكلة. هي طبعا حسب انتو شو بتحبوا، 5 بهارات 7 بهارات. بدي اجيب كمان هلا قرفة وحبهال وازيدهم عليها كمان. فعم بحكي ان الباذنجان مظلوم، وعلى فكرة هو من فصيلة التبغ. التبغ. الباذنجان يعني فوق ما هو مظلوم كمان من فصيلة التبغ. يعني كمان نسبة النيكوتين فيه كتير عالية، بس برضه فيه مواد مضادة للأكسدة، وحتى اللون تبعه أهم شيء. فيه مواد مضادة للأكسدة، وكمان فيه فيتامينات ومعادن بشكل كتير كبير، خصوصا بفيد الناس اللي عندها كمان حتى الأورام السرطانية، وغني بالألياف. يعني كمان الناس اللي بتعاني من مشاكل بالهضم أحسن إشي لأنه ناكل الباذنجان. بس أنا رح أقول لك يعني كيف الطريقة اللي ناكلها. يا بنشوى يا بنسلق. هلأ بدك تقلي. بس طبعا بدي أصفي، مش أصفي، بدي كمان يعني أقيم المي منه قد ما بقدر، أتأكد إذا عشان ما يشرب دهن. هو كل ما كان فيه مي أكتر بشرب بشرب زيت أكتر. الباذنجان مثل السفنجة، كيف بتشرب المي هو بشرب الدهن. فما بتتخيلوا قديش لما نقليه يعني بصير عبارة عن قنبلة من السعرات الحرارية، وبيفقد كل المواد المفيدة اللي فيه نهائيا. يعني عن جد ما بتضل فيه ولا مادة غذائية صحية. صفر حتى الألياف يعني؟ صفر. هي عبارة عن بشرك بالخير. معلش يعني لازم أحكيها. لا طبعا بس احترعت هاي الأكلة احنا بنحبها وبناكلها. ولا بقولكم طريقة شوي نخلص الفات منها. أنا شوفي ايش بعمل، وأنا بقشر الباذنجان كل هاي من فوق الام عم باكلها، طعمي العيلة منها على اساس اكلوا شيء مفيد قبل الاكل. هلا الباذنجان عندي خلص، ايوه بدي اصفيه واقلي الزهره. سهله. لحد هلا ليش هي سهله، بس خطواتها كثيره شوي. خطواتها كثيره بس بنعمل كلها مع بعض البعض تقريبا، يعني اكله العيله. صح. سلمى احنا المقلوبه بنحطها بال يعني بنص الطاوله واحنا بنسكب. فاحكي لنا كيف انه يجي لنا الاكل لعنا، يعني انه حدا يسكب لنا مثلا. في حاله ان حد هيحط الاكل اللي هو النظام الانجليزي في التقديم عموما، ده عاده طبعا بيبقى في المطاعم بس. طبعا لما بتبقى ست البيت فيعني بتقدم بطريقه وديه، ايوه ما بيبقاش فيها اتيكيت لانها بتبقى بين الاصدقاء. لكن لما بنبقى في مطعم وبيجي الويتر مثلا هو المفروض بيقدم لنا، عاده هنلاقيه ان هو هيمشي مع عقارب الساعه. اوكي والله. فهو في الاول هيجي لك مع عقارب الساعه وهيجي لك عن الناحيه الشمال. ليه؟ لان هو اوريدي اخذ، يعني اللي على يمينك هيكون اخذ طلبه، هو عايز يحفظ خصوصيتك مع اللي بعد. مع اللي بعد ما يسمع شو اخذتي غشيتي منه بالضبط. مثلا لو في اي حاجه ممكن يبقى مثلا في طلب معين او في حساسيه شغله معينه، شغله اي شيء. فمثلا انت عايز تشتكي، عايزه تعملي اي حاجه، وهو دايما هيجيلك من على شمالك، وهو بيكون بينك وبين الشخص اللي على شمالك انت. فهو بيمنع، وهو بيقدم لك الطبق كل ده على شمالك. طبعا وهو بيقدم الطبق مستحيل ان هو يلمس اي حاجه بايديه. لكن وهو جاي بياخد الطاوله برضه هو هيبتدي من على مع عقارب الساعه. هو جاي من على
يمينك. ليه؟ لان هو اول حاجه ان اللي على يمينك هو اكيد اخذ منه، فهو كده مش هيضايقه وهو بيحرك ايديه الشوكه والسكينه. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هو ما ده بيفرد ايديه وبيحطوا صحيح السخون على الايد، فهو لازم يتحكم. ما هي الايد الشمال خلاص وهو لازم يتحكم بايده اليمين. عشان كده حتى هنلاقي ان اسانيهم بتبقى عاده اي لو رحنا اي مكتب او اي حد المفروض ان الاسم او النيم تاج بيبقى على ايدينا اليمين. يمين. عشان واحنا بنسلم على الايد نشوف الاسم ونطلع على العين. لكن الجرسونات او الويترز الشمال عشان تشوفي. على الشمال علشان هو اول حاجه هيجي لك على الشمال. هيدا البرنامج برعاية أنا مرة مع أرز الوليمة. وكشمس بالدفء تملأ أيامي، فنانة مرة مع أرز الوليمة. فنانة مرة مع أرز الوليمة. فنانة مرة مع أرز الوليمة. حمرت الزهرة. خلص هلا بدي اقيمها اصفيها. معقالية من قبل شوية، نزيد عليهم. انا مبسوطة. هاي يعني كل حدا له طريقته بعملان المقلوبة. فالواحد بتعلم. يعني شفتي تومة وشعرية جديدة عليك. في عم بشوف اشياء جديدة. يعني شوفي عادة الزهرة كتير بتلبق لها التومة. ومقلوبة الزهرة انا بحط لها تومة كمان. اكسنان بقليها مش نية. فبهاي قلت يعني ليش تنظلم الزهرة من التومة. بعدين انا كأني انا يعني انا والتومة جدا اصحاب. هلا بدي اقلي التومة بالاول. انا بس بقشرها اوكي، وبس بخليها مش انه تنقلى قلي قوي، انه تتشوح يصير هيك تاخذ لون. تاخذ لون عشان ما تنهري يعني. يعني بتصير بعدين مع الرز اذا حركت شوي بتتفعص هيك. صح. شوي بيكون لها بتماسكي شيء بسيط. خلص هيك يعني بس تشويح بقدر اقول انه. والزيت عندي حامي يعني فبسرعه اخذت لون. ايوه طلع. احكي لنا عن الزهره ان شاء الله كمان ما اذا قليتها ما نستفيد. صحيح. الزهره مثل الباذنجان عن جد بتحتوي على فوائد كثيره. ونفس الشيء فيها مواد مضاده للاكسده وفيها الياف. هلا دور شعريه. بدك تقلي. هلا ليش ما بعرف ليش بس بلاقيها كثير زاكيه. انا بحب كثير الرز بشعريه كثير. فقلت ليش ما ينحط؟ ما هو هذا رز يعني ليش مش ممنوع. بس صرت ازيد عليه الشعريه. طبعا بسرعه الشعريه بس انها تشقر تنحرق بسرعه. انتبهوا يعني ارفعوها من النار وهي لساتها شقره لانها بتكمل. صح. وزيت هذا حامي بيكون دخل بيناتها. نفس الشيء اذا انقلت راحت كل فوائدها وبدها تصير الكالوريز تبعتها او السعرات الحراريه بدها تصير زيرو، بس بدها تصير فات. واذا احنا بدنا نستفيد منها زي ما قلت يا طازجه يا اما الزهره يا اما مسلوقه او على البخار فقط لا غير. حتى المسلوقه او على البخار. زاكيه بالضبط. انا بعملها هيك مرات مسلوقه وبعدين بحط عليها وايت صوص وجبنه. لا خلص جراتان. خلاص لا صحتين وعافيه. صحتين وعافيه. هلا بدك تطبقيها. هلا شو هدول وين بدهم يروحوا؟ على الرز. هدول بخلطهم مع الرز قبل ما اضيفه. انا الغير اللي نقعته هلا نقعت وصفيت رز كمان نفس الكميه رز الوليمه. شوفوا كيف نفشوا يعني صاروا لسه بنص الطريق ليصيروا اكثر من دبل خلال الطبخ. هلا بدير عليهم الشعريه والتومه
وبخلط. كثير ذكي جربوها هاي الطريقة بالفعل. بقلب هلا بدنا نطبق المقلوبة لأنه هي طبقات متعددة. اوكي خلص. دائما طنجرة المقلوبة لازم تكون يعني توسع طبقات. يعني مش بتنفعش بشيء هيك قصيرة، بدها تكون عالية. وعرضها طبعا مناسب للكمية اللي بدنا نعملها. أول شيء إجا دور السمنة. شو هي السمنة؟ ما أنا مش بكل لا صحتين بس لسه صغيرة بس لازم. أنا عشان كمان ما يلزق. صح هي لا هاي الأكلة لازمها سمنة. شو بلا شو بعمل أنا؟ بحب أحط بصل مشان ما ينحرق الشيء الباذنجان والهي والزهرة. بحط شوية بصل كمان هو زاكي البصل. هلا هذا أول شيء بتقلى شوي بالسمنة بعدين بياخد بتشرب من مرقة اللحمة. أوكي برش شوية ملح يعني كأنه هذا ما عليه ملح ما حسبناش حسابه بالأول. شوية فلفل كمان الملح بخليه يطلع ميته ما ينحرق كتير. بعدين قمار بندورة احنا نسميهم قمار سموهم قمار قمار أمر أقمار من البندورة من الطماطم. بتعطي كمان بتعطي كثير نكهه زاكية وبعدين بتحموضة زاكية لما تسفي بالهاد. بحبوا أنا الأولاد عندي لما ينحرق القاع مش ينحرق يتحمر بتقول ماما خليه ليش ما لطعتيه فبرجع بعلي الغاز وبخليها الطبقة التحتانية تاخذ لون هيك أشقر هذا بحبه والرز شوي بيلطع زاكي متفتهم إلها. أوكي هلا بدي أحط اللحمة طبعا الأكلة دي بتتاكل كلها بالشوكة والسكينة. لا بدي أحط الباذنجان مع أكيد. أوكي أول شيء السكينة السكينة بتاكل اللحمة لما بتبقى فيها عظم أو كده عادة هي هنلاقيها ان هي شويه بقت مدببه دي عاده سكينة اللحم عشان نقدر نفصل او تجيب اللحم من العظم دي بتبقى اسهل كتير كمان شويه بتبقى مشرشره ودايما بناخد بالنا وشايفين ماسكاها ازاي اما بنيجي ندي حد سكينه هي اما كده بس دي لقوها ان هي للاسف بتقع ممكن تفلت وتقع على رجل على الرجل فهي بتبقى كده يعني ان هي بتتقدم لان المنطقه دي لو حصل اي حاجه لا قدر الله لازالت في الامان يعني هنحط هلا الزهرة نص نص شايفين عاملين بالعدد حلو يعني كل واحد بياخذ اللي بحبه ايوه ايدي انا مولعه تحت النار ما هو سامعين صوت هلا بيكون البصل بلش يدبل يدبل ما هو هلا الرز ولا اللحمة ولا بتحطي انا اليوم شو مش ناوي على اللحمة هلا اللحمة اهم شيء هذا الاساس هلا شوفوا ممكن بقول لكم شغلة اذا الطنجرة ما بتوسع كثير هذا اللحمة بعظمها لانه اللحمة بعظمها بتاخذ محل كثير ممكن تشفوا اللحمة اوكي يعني نقيم من هالعظم بس اسلقوا العظم لحال يعني كل شيء ينعمل نفس الطريقة انما بستعمل مي اللي فيها العظم عشان اتفلفل يعني انه مش لانه نكهه العظم كثير زاكيه مهمه هي لازم تكون دسمه مظبوط يعني ولها نكهه العظم غير انه الدسامه هلا بدي احط الرز رز الوليمه المخلوط هلا اشعريه وثوم ما تخافوا هلا بتنزل لتحت توسع لانه هلا البندورة والبصل بدهم بدبلوا وبعدين بيدخل الرز بين هون الفراغات بين الرز هلا بده ينفش منيح كمان بدي اترك له مجال ينفش هلا هيك بكفي كيف بلا شميت ريحة الثوم ماسكاها معه ريحة كل شيء هلا شوف شو بدي اعمل بدي احط كركم اضيفه للمرقة انا بحب اللون الاصفر اوكي فهجيب شوية كركم بما انه هيك اكله دسمه وشفنا قديش فيها اشياء يفضل مثلا بعد هيك اكله عشان عم تحكي على الكركم ومجموعه البهارات اللي ورا مثلا ممكن اخذ بعد هذه الوجبه بساعه مي مغليه واضيف عليها معلقه قرفه معلقه صغيره من القرفه ممكن اشرب شاي واضيف عليه معلقه صغيره من القرفه يعني ما تغليش القرفه لا لا ما تغليها بس اتركيها تنتقع 10 دقائق او تنزل بالقاعده ولا تنزل دخلك لتحت بس بدنا بتقل يعني الا تنزل ايوه هلا بدك تحطي اهم شيء بحط المرق طبعا بدي اصفي لانه في البصل
ايوه يعني اذا طلع اي عظم من قلب في خلال السلق طبعا. فاكله مثل هاي لانها بتحتوي على نسبه عاليه من الدهون والنشويات وكل شيء، كاسة القرفة بتساعد كثير على انها تنزل من مستوى السكر بالدم وبتزيد من عملية الحرق. فمثلا احنا بناكلها هاي مرة بالشهر او مرة كل اسبوعين، بعديها كاسة مثل هيك كثير بتساعد على الهضم وانها تخلصنا شوي من السكر او النشا اللي حيجي من الرز والفات كمان اللي حيجي من الدهون اللي اضفناها ولحمة الخروف. فما ننسى هاي كاسة القرفة بالفعل. معلوماتك فظيعة، شكرا لك. عرفتي ما كنا يعني مرات ما بتقري عنها او ما حدا بيحكي لك اياها، بتضلي رايحة عليكي شغلة بسيطة بس كثير مفيدة يعني. او نغلي القرفة يعني، انا عادة بنغلي القرفة قوي. لا حرام، ما بتصير بتحرق، بتضايق المعدة، ممكن تعمل لنا يعني حرقة في المعدة، فما في داعي، ساعد كمان انها تنزل الوزن. ممتاز، كله هذا عظيمة هالقرفة. اوكي هلا شوفي شو بعمل. بحب اخلي انا مفتوحه، يعني بكتر المي، انا بحب اكتر المي على نار مفتوحه عاليه، بس يصير مستوى المرق على مستوى الرز بنوص. اوكي بضل اراقبها دائما. الاكلات اللي فيها اضافه غير عن الرز، في شيء ثاني هلا عندك الباذنجان، عندك الزهره، رح يتشربوا كمان من المرق مية. يعني مش بس نحسب حساب الرز، نحسب حساب الخضره اللي جوا موجوده. فممكن بالاخر تزيدوا لها شوي صغيره. اول شيء المهم تغلي، تشوفي انه اخر حبه رز على سطح الطنجره نفشت. يعني اذا كانت لسه ناشفه وسكرتي عليها، هي بتستوي بالبخار بس ما بتتشرب نكهه المرق. يعني عرفتي في هيك شغلات صغيره مهمة. هي بتكون يعني الطنجره من تحت طعمها تقريبا كثير زي الفقاري، مش كثير فرق. فنانة مرة مع أروس الوليمة. هلا قلبنا، هلا بتصير مقلوبة. هلا بتستغربوا. ايوه هيك مقلوبة. انا ما بحبها هيك، بحب اخليها مهرورة. عن جد؟ مهرورة. قلت لكم بتعرفي شو؟ مثلا هيك بكون هيك يعني لازم الشطارة تطلع هيك. الشطارة. انا بحب